اليوم راح نشرح طريقة استخدام أداة الكيرف بشكل سهل وسلس وواضح بإذن الله. أداة الكيرف من الأدوات الجميلة في معالجة الصور، إن تخلينا ممكن نطلع بنتائج احترافية لصورنا وبتأثير سينمائي. أنا من الناس اللي أحب أعتمد على هذه الأداة في معالجة الصور، فإذا كنت مهتم تابعني في هذا الفيديو. أنا نواف وبسم الله نبدأ. ندخل على برنامج اللايت روم ونختار أداة اللايت، وبعد كذا ندخل على أداة الكيرف. هتطلع معاي بهذا الشكل. الآن ايش نسوي؟ أول نقطة نسويها نحط نقطة هنا ونقطة هنا. طيب، أو ممكن لا، خلينا دقيقة نخليها هنا. أوكي، الآن أنا حطيت نقطتين إضافية. ليش؟ حوضح لكم ليش. النقطة الأولى هذه نستخدم فيها البياض في الصور، الوايت، اللون الأبيض في الصورة. النقطة الثانية نستغل فيها أو نعدل فيها على المناطق اللي فيها السطوع اللي هو الهايلايت في الصور. النقطة الثالثة ناخذ المناطق اللي فيها شادو نقدر نعدل عليها. والخيار الرابع هو منطقة السواد في الصورة، اللون الأسود أو البلاك. بالإضافة عندنا هنا اللون الأحمر واللون الأخضر واللون الأزرق، حنجي عليها ونتكلم فيها. نبدأ هنا في اللون أو الخيار الأول. لو اجي هنا مثلا الخيار الاول لو العب فيه حتشوف انه حيلعب لي في البياض. نقطة مهمة، لما نجي نعدل على الصورة لابد يكون الخط هذا سلس، في سموث، ما يصير انه نطلع بشكل مبالغ فيه او ننزل بشكل مبالغ فيه لانه حيخرب لي الدنيا كلها. اوكي، الان حاجي على الخيار اللي هو الهايلايت واحاول اني العب فيه بشكل بسيط هذا الشكل. اروح على منطقة الشادو وبرضو احاول العب فيها. طبعا ممكن احط نقطة في المنتصف هنا بحيث انه تعطيني تعديل على النقط او المكان اللي ما فيه هايلايت ولا فيه شادو عالي، يكون ما بين وبين. شوف كذا مثل ما هو واضح معكم. طيب، السواد انا دائما احب اسوي فيه بهذه الطريقة بحيث يعطيني المود السينيماتيك، يعطيني مود سينمائي كذا في الصور وحلو. أنا من الناس اللي أحب هذه الحركة. طبعا لو جينا عكس حيعطيني منطقة السواد بشكل أغمق، لكن أنا أحب أخليها بهذا الشكل. طيب، هنا خلصنا من النقطة الأولى. النقطة الثانية الألوان اللي هنا، إيش الفائدة لأداة الكيرف فيها؟ نطبق نفس الطريقة، نحط نقطة هنا ونقطة هنا وممكن نقطة في النص. هنا نقدر نلعب على الألوان. مثلا لو جيت هنا في المنطقة اللي فيها إضاءة أو هايلايت، لو أرفع حيعطيني زيادة في اللون الأحمر، طبعا عكس اللون الأحمر حيعطيني اللون اللي هو الأخضر، لكن أنا ماني حاب أعدل فيه. ممكن أجي على المنتصف هنا وألعب بشكل بسيط بحيث أني أزيد اللون الأحمر في الصورة، وتحت عندي هنا البلاك ممكن أغمقه شوية على اللون الأخضر. الآن نروح على اللون الأخضر ونسوي نفس الشيء، النقط نشوف لو نعدل في الهايلايت، شايفين كيف أشوف إنه غير مناسب. أجي على الشادو نفس الشيء حيخرب لي الصورة، فأخليه مثل ما هو، ما راح أعدل عليه. هنا اللون الأزرق برضو من الألوان الجميلة في تعديل الصور. لو نجي نشوف نطبق الحركة برضو النقط، وأجي على الهايلايت أحاول إني أعدل بشكل بسيط، وأجي على الشادو بهذا الشكل، واجي عند البلاك وارفع بشكل بسيط. ممكن نرجع الهايلايت نشوف نعدل بشكل بسيط بهذا الشكل. اوكي، الان من عادات الكيرف بس نشوف قبل وبعد، فقط من عادات الكيرف. عادات الكيرف جدا مميزة وتعطيك خيارات ممتازة في معالجة الصور. وبكذا يكون الفيديو انتهى، اتمنى انكم استفدتوا من الشرح. لا تنسوا دعمي باللايك والاشتراك في القناة. انا نواف، القاكم في فيديو جديد، في امان الله. حلقة جديدة إن شاء الله تكون ممتعة. يلا، باي باي.